من هي السلطة؟ كي الحراك الشعبي من شكون اللي يسمعوا؟ شكون اللي يسمعوا؟ يسمعوا السلطة، من هي السلطة؟ كي نقولوا القايد، فريق القايد يطلب من السلطة الاستجابة. راعي أو يحيى يطلب من السلطة الاستجابة. من هي السلطة؟ رئيس الجمهورية وهو الكادر، وهو اللي راه محاصر مسكين، راه نقولوا احنا مسكين، هذا هو محاصر مع البوندية هذو اللي بالإعلام هذو، هذا البوندية هذو يقول رئيس الجمهورية يطلب من السلطة الاستماع، من هي السلطة؟ السؤال هنا مطروح، من هي السلطة؟ الشعب الجزائري هنا راني نقول اليوم راك كنت عايش في نفق مظلم، ناس تقيد فيك منش منا كاع، بزاف الناس كتقول سعيد بوتفليقة يحكم، كان يقول لك ناصر يحكم، سعيد راه 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 في النازعة كيغرقد، سعيد هذا راه في مرض أمور. من حسب رأيك من الذي يصدر إذا القرارات اليوم؟ القرارات اللي يصدر فيهم اليوم، لماذا عمامرة يتجه إلى ألمانيا، إلى روسيا، إلى إيطاليا، إلى الصين شعبا؟ يعني تحاول القول أن هناك ربما قوى أجنبية هي التي تتدخل في إصدار قرارات في الجزائر؟ حقيقة لأنها أولا فرنسا، أولا فرنسا، من رشح أو يحيى؟ هي فرنسا، أول حاجة اللي رشحته هو أو يحيى. وزير العدل كي راح يدشن في مجلس القضاء بوهران دار حملة انتخابية مسبقة للكادر ويقول باللي ياسي أو يحيى باللي انتايا في التسعينات كي كنت وزير العدل انت اللي دخلت للسجون الإطارات. احنا هنا نقطة الاستفهام باللي أو يحيى دارته فرنسا. فرنسا تبعت المخابرات تاعها ويطيحوا على فرنسا. الوصاية هذه اللي راحوا يجيبوا فيها والضمانات اللي راح يجيبوا فيها، وعمام راه هنا نعرفوه باللي كانت صارت له تنحية مع السفير هو كوزير الخارجية من أجل الأعداء اللي هما جابوا لهم الأعداء اللي هو كان المؤتمر تاع الإف سي وتاع إفريقيا واللي هو لم ينجح وخسروا أموال طائلة وخسرت عليه أمور وكل شيء. احنا اليوم هذه الجزائر كانت قوة غير دستورية حقيقة، ما معنى غير دستورية؟ منظمة غير دستورية، قوة غير دستورية، لأنها ما وراء البلاد. راحوا باه يقول لك فرنسا ما تقدرش تغلبنا، لأن الوصاية فرنسا إلى يومنا هذا، والحراك الشعبي اليوم مش راهي دوموندي، راهي يقول لك لا فرنسا تحكم فينا ولا روسيا ولا كذا، الحراك الشعبي هو من يقرر ويقرر مصيره وكل شيء. حنا اليوم الشعب الجزائري هذه الثقافة اللي خرجها بجديدة، ثقافة الحراك اللي أعطى أمور، ما نظنش باللي يرجع إلى الوراء، لأنه فاق باللي رزقه وأمواله هو أنا اللي كما في البرلمان ديت له السوسات وديت له البيبرو، السوسات يمصها الشعب الجزائري اللي هو يمص في الريح، والبيبرو هما يمصوا في الحليب اللي هما القوة هكذا، لأنه حنا ذاك الوقت درنا لهم ميساج الشعب الجزائري ما فهمش روحه، لأنه هاي اللي حنا كانوا كي تشوفي القمح كي كنت نحكي لك فيه روسيا يسوى اقل من فرنسا، علاش تجيبوا من فرنسا؟ لانها احنا الامور هذه القوه هذه ان شاء الله نخرجوا من الحكم الاستعماري ونخرجوا عليهم.